بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة من المانيا. بسمة امل النهاردة من المانيا في التحدي، في الارادة، في الاصرار على النجاح مهما كانت المعوقات. هي بنت اسمها بنيتا استيا. بنيتا استيا دي بنت امها كانت بتتعاطى منومات كتير وهي حامل فيها، فللأسف البنت اتولدت عندها اشكالية كبيرة بدون يدين. يعني بنت بدون يدين اتولدت كده. هو البنت كانت ممكن بقى طبعا تستسلم وتبقى حياتها قاسية جدا وخلاص، يعني مشكلة امها حطتها فيها، هي ذنبها ايه؟ لكن البنت عندها تحدي خرافي، قررت انها تموت نفسها في الدراسة عشان تطلع الاولى. طلعت الاولى في ابتدائي، في اعدادي، في ثانوي، شديدة الذكاء وبتذاكر. طب وبتكتب ازاي؟ بتكتب ببقها، يعني تمسك القلم ببقها وتكتب التقارير وتكتب الحاجات، المحاضرات، وتكتب في الامتحان وتكتب الريسيرش اللي بيطلب منها في المدرسة، كل حاجة كله ببقها أو بصوابع رجليها، بتكتب بصوابع رجليها. بنيتا استيا. وفضلت بنيتا كده بالطريقة دي لغاية ما تخرجت من الجامعة وبقت أستاذة في كلية كبيرة، في جامعة كبيرة في ألمانيا، متخصصة في علم النفس. انت متخيل التحدي الرهيب؟ خلصت القصة على كده؟ لا، دي كده ابتدت. ايه ده؟ امال ايه بعد كده؟ بعد ما بقت استاذة اكتشفت انا مش مبسوطة ان انا اقعد ادرس، انا عندي هوايات اخرى في الحياة، انا عايز اعمل حاجات تانية اخرى في الحياة. فقررت ان هي زي ما هي كانت طفلة مش لاقية حد يهتم بيها ويراعيها، انها هتراعي كل الاطفال الصغيرين وتبسطهم وتضحكهم وتسعدهم. فقررت تفتح مسرح عرايس صغير تشتغل فيه برجليها، تحرك العرايس برجليها ويتفرج الاطفال ويبقى كوميدي جدا، وهدفها الاساسي اموت الاطفال من الضحك. فبدأت تشتغل وتجيب معاها حد يبقى أراجوز، وتجيب معاها حد يعمل إيه، وهي تلعب العرايس برجليها. إيه التحدي ده؟ لغاية ما بقت صاحبة مسرح عرايس كبير في برلين وهي عندها 29 سنة. يبقى يا جماعة، الأولى في المدرسة، وبعدين أستاذة في الجامعة، وبعدين سابت ده كله وراحت فتحت مسرح عرايس. لغاية مرة وهي قاعدة في مسرح العرايس قام طالع طفل من الأطفال وهي بتحكي لهم بعد ما بتخلص العقد ويضحكوا، تقول لهم شفتوا أنا تحديت نفسي إزاي؟ شفتوا أنا برجلي قدرت أعمل إيه؟ شفتوا أنا مصرة على النجاح إزاي؟ أنا أقدر أعمل كل حاجة طالما أنا مصرة. فطلع ولد صغير قام قايل لها لا، ما تقدريش تعملي كل حاجة، يعني تقدري مثلا تلعبي خيل وتركبي الخيل، أكيد ما تقدريش كابي الخيل وانت ما عندكيش ايدين. والدنيا كلها سكتت لان كلمة قاسية عليها. فتحدته، قالت له طب ايه رأيك ان انا هكمل واركب خيل؟ وسابت، قصة رهيبة يا جماعة، وسابت مسرح العرايس وبدأت تدخل في انها تسوق الخيل. طب واللجام هتمسكه ازاي؟ بسنانها، تشد اللجام بسنانها وبرجليها بتسوق، وكل الاعتماد على بقها. وقررت تدخل بطولة المانيا للفروسية للمعوقين. كسبت بطولة المانيا للفروسية للمعوقين وبقت بطلة العالم الحاصلة على ذهبية في رياضة الفروسية للمعاقين. خلصت على كده، سابت المعاقين وقررت بعد كده انها تكون نجمة تلفزيونية، تتكلم في التلفزيون، وبقالها برنامج شهير بتعلم الناس ازاي يستخدموا رجليهم في التعامل مع الاشياء في الحياة، وتقدم ناس وتتفرج على ناس، وبقت مذيعة شهيرة. غيرت الكارير بتاعها 4 مرات في حياتها. بنيتا استيا نموذج للإرادة، نموذج للتحدي. انتوا بقى يا شباب يا اللي بتسمعوني، عندك تحدي انك تنجح انت كمان؟ ناقصك ايه؟ هي من غير ايدين، ولا انت عندك المشكلة في عقلك مش في ايديك وفي ارادتك؟ جمد ارادتك وانت تنجح في الحياة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.